بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الأحبة، طاب يومكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج عناوين، نستعرض فيها وإياكم أبرز العناوين في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. والبداية مع أبرز العناوين التي اخترناها لكم لحلقة هذا اليوم. معايير لوبيز كارو تبعد نجوم بارزة عن قائمة الأحمر قبيل المعترك الأسيوي. فرسان السلطنة يخطفون برونزية الفرق في البطولة الخليجية للقدرة. الزمالك يصعق يونيون دوالا في الكاميرون بهدف صاروخي ويضع قدما في دور 16 لدور أبطال إفريقيا. باريس سان جيرمان يحسم لقب الدوري الفرنسي بتسعة أهداف في شباك تروا. ومارشيال يفسد فرحة بايت بهدفه الرائع ويقود الشياطين الحمر لتعادل مثير أمام ويست هام. بسم الله وعلى بركته، نستهل جولتنا في الصحافة المحلية من المؤتمر الصحفي الذي عقده المدرب الإسباني لوبيز كارو، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم. فقد سلطت صحفنا المحلية الصادرة اليوم الضوء على قائمة المنتخب المستدعاة لخوض المعسكر الاستعدادي الذي سينطلق غدا لمواجهتي غوام وإيران ضمن التصفيات الأسيوية المزدوجة. لتخرج صحيفة الرؤية بعنوان قالت فيه: لوبيز يعلن تشكيلة المنتخب استعدادا للمعسكر الأخير قبل غوام وإيران، والجاهزية أعلى من 100%. وفي السياق ذاته خرجت صحيفة الوطن بعنوان قالت فيه: خوان لوبيز اختار قائمة ضمت 26 لاعبا تجمع بين عناصر الخبرة والشباب. أما صحيفة الشبيبة فقد رصدت غياب أبرز اللاعبين عن القائمة لتكتب في عنوانها، تقول: استبعاد الشيبة وسعد سهيل والفارسي والحوسني من تشكيلة منتخبنا قبل مواجهتي غوام وإيران. من جانبها صحيفة عمان وصفت قرار الاستبعاد بالمفاجأة فعنونت، تقول: مفاجأة لوبيز. حيث فاجأ لوبيز مدرب المنتخب الأول الوسط الرياضي بإبعاد ثلاثة لاعبين عن القائمة الأساسية، وخلت القائمة التي أعلنها في المؤتمر الصحفي من ثلاثة عناصر أساسية وهم محمد الشيبة وسعد سهيل وعماد الحسني، وقال إن هناك معايير وضعت لضم أي لاعب للمنتخب، لكن الباب سيظل مفتوحا لكل عنصر يثبت وجوده. ولازلنا مع أهم وأبرز ما قاله المدرب الإسباني لوبيز كارو، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، في المؤتمر الصحفي، ومع تفاصيل أوفى من خلال هذه القراءة في صحيفة عمان. نتابع. قال لوبيز كارو مدرب المنتخب الأول إن القائمة تشهد اختيار عناصر لأول مرة تنضم للمنتخب، وجاء اختيارهم بعد متابعة منافسات الدوري والاجتماع مع المدربين على الرغم من قصر الفترة الزمنية التي أتواجد بها في السلطنة لتدريب المنتخب. وأنا مقتنع تماما بالمجموعة التي ستبدأ المعسكر الداخلي بعد غد، ويجب أن نمنحهم الثقة ونعلم أن المباراتين أمام غوام وإيران صعبة جدا ويجب أن نتجاوزهما، وهذا لن يتأتى إلا بتقديم مستوى جيد. واستطرد لوبيز قائلا: لأول مرة نحدد المعايير الأسماء التي تم اختيارها، والأول مرتبط بجانب المسؤولية لأنه يمثل أهمية قصوى وهو تمثيل الوطن، واللاعب يجب أن يقدم كل ما لديه من مستوى، وقد يتم إبعاد بعض العناصر من القائمة الحالية لأن الباب سيظل مفتوحا ويجب أن يعرف اللاعب الطريق الذي يسلكه، وهذه هي فلسفتي في العمل. وأضاف إن المنتخب كأسرة واحدة تبدأ من الإعلام والجمهور، وأتمنى كجهاز فني وإداري ولاعبين أن نكون في مستوى تمثيل السلطنة. وقال:
إن المنتخب سيجري تجربة ودية مع أحد الأندية المحلية استعدادا لمباراة غوام، الهدف منها تطبيق الأسلوب الذي نلعب به، وستكون المباراة مغلقة لأننا سنجرب كل الاحتمالات، ويجب علينا أن نحمل الأمل من أجل التفكير في المستقبل لإيجاد مجموعة لاعبين أقوياء وفي مستوى تحمل المسؤولية، ونسعى لمنحهم الثقة. وأعرف أن أي قرار فيه هاجس من المغامرة والعمل في التدريب لا يخلو من الانتقادات، ولدي مسؤولية كبيرة من أجل العمل الجيد للوصول إلى نتائج جيدة، وأنا أفضل المجازفة للفكرة التي أنا مقتنع بها، وإلا سأتخذ الطريق الأسهل ولن أبحث عن أعذار وأنا المسؤول الأول. أردف قائلاً: لقد حاولنا خلال الاجتماع مع الأندية واللاعبين أن نصل إلى أفضل طرق لخدمة المنتخب بعد التوقيع لتدريب المنتخب مباشرة، حيث قمت بتحليل الأسلوب الذي يلعب به المنتخب، وقمت بمتابعة وإعداد التقارير الخاصة بمنتخب غوام بما فيها المباراة الماضية، وأيضا منتخب إيران حيث شاهدنا مبارياته في التصفيات والتجارب الودية. وقبل اتخاذ أي قرار للاعبين يجب تحليل الفريق المنافس والرؤية واضحة بالجوانب السلبية والإيجابية في منتخب غوام، حيث سيكون الإعداد مختلفا عن مباراة إيران، وكل مباراة لها الإعداد الخاص بها. تعزيزا لتواجد الكوادر العمانية في الهيئات الرياضية المختلفة، تم اختيار طه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية رئيس الاتحاد العربي للسباحة، تم اختياره نائبا لرئيس هيئة الألعاب الشاطئية العربية. صحيفة الشبيبة أبرزت الخبر فكتبت في عنوانها تقول: اختيار الكشري نائبا لرئيس هيئة الألعاب الشاطئية العربية، حيث أصدر صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن بدر بن سعود بن عبد العزيز رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية الوطنية قرارا بتشكيل هيئة الألعاب الشاطئية العربية برئاسة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني مستشار رئيس اللجنة الأولمبية القطرية رئيس الاتحاد القطري لكرة السلة، وطه بن سليمان الكشري أمين السر العام للجنة الأولمبية العمانية رئيس الاتحاد العربي للسباحة نائبا لرئيس الهيئة. وقد تم تشكيل هذه الهيئة بناء على قرارات المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية في اجتماعه 33 الذي عقد بالعاصمة العمانية مسقط خلال شهر فبراير 2015. تناولت صحيفة الشبيبة في صفحاتها الداخلية تألق منتخب السلطنة للقدرة والتحمل بعدما قدم أداء رائعا في البطولة الخليجية للقدرة على الرغم من الصعوبات التي واجهته وقرار المشاركة في آخر اللحظات، لتكتب الصحيفة عنوانا قالت فيه: فرسان السلطنة يحرزون برونزية القدرة والتحمل، حيث حقق المنتخب الوطني الميدالية البرونزية للفرق في سباق بطولة مجلس التعاون الخليجي للقدرة لمسافة 120 كيلومتر الذي أقيم على ميادين قرية البحرين الدولية بمشاركة 35 فارسا وفارسة يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي. وقد رعى السباق جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين. وإلى أخبار البطولة الخليجية للكرة الطائرة المقامة في السلطنة، فقد تابعت صحيفة عمان ما أسفرت عنه الجولة الثانية من نتائج وسط أجواء من الإثارة والندية، فخرجت بعنوان قالت فيه: خسارة صحار وصحم وبني ياس الإماراتي وفوز العربي والريان القطريين والأهلي السعودي، حيث استهل الأهلي السعودي مشواره في بطولة الخليج لأبطال الكرة الطائرة 35 بفوز مهم على بني ياس الإماراتي بثلاثة أشواط مقابل شوط. وفي المباراة الثانية أعلن العربي القطري عن نفسه كأحد المنافسين على اللقب، وتمكن من تحقيق فوزه الثاني في البطولة، وكسب مواجهته أمام صحار الممثل الثاني للسلطنة بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل. أما نادي صحم مستضيف البطولة فقد تكبد هزيمته الثانية بعدما خسر أمام الريان القطري بثلاثة أشواط دون رد.
بعد أن لمع بريقهم في العديد من منافسات الراليات المحلية والخليجية، رصدت صحيفة الوطن مسيرة التألق الذي يعيشها النجمان فيصل الراشدي وحامد القاسمي، وهذه المرة من الأراضي الإماراتية، لتكتب عنوانا قالت فيه: فيصل الراشدي ثانيا وحامد القاسمي ثالثا في الفئة N، حيث واصل المتسابقان فيصل الراشدي وحامد القاسمي نتائجهما الإيجابية في بطولة الإمارات للراليات المحلية بإنهاء المتسابق فيصل الراشدي ومساعده وليد الراشدي سباق الجولة الثالثة من الرالي الذي أقيم في إمارة رأس الخيمة بالحصول على المركز الثاني في الفئة N والرابع في الترتيب العام للبطولة، فيما جاء خلفه زميله المتسابق حامد القاسمي لوب في المركز الثالث في الفئة N والخامس في الترتيب العام للرالي، والذي حقق فيه المركز الأول المتسابق الشيخ عبد الله القاسمي بسيارة فورد S2000، فيما جاء في المركز الثاني المتسابق راشد الكتبي على متن سيارة فورد S2000 أيضا. حظي منتخبنا الوطني الجامعي بإشادة دولية بعد الأداء الجيد في البطولة الدولية لاختراق الضاحية بمدينة كازينو الإيطالية. صحيفة عمان تابعت مشاركة المنتخب في البطولة فعنونت تقول: إشادة بمنتخب اختراق الضاحية الجامعي في البطولة الدولية بإيطاليا، حيث قدم لاعبو منتخبنا مستوى مقنعا ببلوغهم المركز الحادي عشر من أصل 20 منتخبا تنافسوا على لقب هذه البطولة، واحتلت المغرب المركز الأول وجاء المنتخب الياباني في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب المنتخب التركي. وقد حظيت التجربة العمانية في مجال الرياضة الجامعية بإشادة الوفود المشاركة في البطولة، فقد أثنى النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية بدور اللجنة العمانية للرياضة الجامعية التي حرصت على التواجد في هذه البطولة والمشاركة فيها وتحقيق أرقام جيدة على صعيد اللاعبين والمنتخب. تابعت صحيفة الوطن ختام الدورة التدريبية الدولية الثانية التي نظمها الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد في الفترة من 8 حتى 12 من مارس الجاري على ميدان مزرعة الرحبة بولاية بركة، بمشاركة 5 دول وهي ألمانيا، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية، البحرين، بالإضافة إلى فريق من السلطنة. وخرجت الصحيفة بعنوان قالت فيه: ميدان التقاط الأوتاد يحتضن ختام الدورة التدريبية لالتقاط الأوتاد، حيث جاء الختام تحت رعاية الشيخ أنيس بن محمد بن مرهون المعمري نائب رئيس الاتحاد الدولي لالتقاط الأوتاد للشؤون التنفيذية. وقد اشتمل اليوم الأول من الدورة على محاضرات وشرح عملي عن اللعبة وكيفية أدائها بشكل صحيح وسليم وما هي شروطها وجميع القوانين المتعلقة باللعبة والأدوات التي تستخدم في لعبة التقاط الأوتاد وشرح قوانين اللعبة الثمانية. خاض مجموعة من بحارة عمان للإبحار أول تجربة لهم للمنافسة على المقاعد الأولمبية في البطولة الآسيوية للإبحار الشراعي التي أقيمت في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 5 حتى 12 من مارس الجاري. صحيفة الوطن تابعت فكتبت تقول: بحارة عمان يحققون نتائج واعدة في أول مشاركة بالبطولة الآسيوية للإبحار الشراعي، حيث حقق البحارة نتائج واعدة مثبتين جدارتهم في منافسة أشهر البحارة على مستوى قارة آسيا في 3 فئات أولمبية، وهي فئة قوارب 49 وقوارب الليزر وفئة RSX للتزلج الشراعي. وتعتبر هذه أول مرة ينافس فيها البحارة العمانيون في بطولات آسيا للإبحار الشراعي، مما أثار دهشة المدربين بعزيمتهم التي لم تنكسر وتركيزهم الذي بقي صامداً حتى في السباقات الصعبة. وقد أظهر البحارة في فئتي الـ49 والليزر أنهم قادرون على المنافسة ضد أفضل البحارة في قارة آسيا.
وبهذا الخبر ننهي جولتنا في صحافتنا المحلية. بعد الفاصل بإذن الله لنا عودة وجولة في الأخبار العربية. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا في الصحافة العربية من مصر، حيث نجح الزمالك في تحقيق فوز ثمين على فريق يونيون دوال الكاميروني بهدف نظيف في ذهاب الدور 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بينهما في الكاميرون. جريدة الوطن المصرية غطت المباراة فخرجت لنا بعنوان تقول فيه: الزمالك يضع قدما في دور 16 للأبطال بفوز ثمين على دوال الكاميروني، حيث قدم فريق الزمالك مباراة جيدة على بطل الكاميرون واستطاع فرض سيطرته في بعض أوقات المباراة بفضل خبرة لاعبيه، وشكل خطورة كبيرة على مرمى دوالا، ونجح محمد كوفي مدافع الأبيض في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 59 من زمن المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليقطع أبناء القلعة البيضاء شوطا كبيرا في التأهل لدور 16 من البطولة، حيث يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة المقرر إقامتها السبت المقبل لضمان التأهل. بند الثماني سنوات الذي يمنع أي عضو من الترشح لمجلس الاتحاد المصري لكرة القدم أكثر من دورتين على التوالي أحدث أزمة جديدة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. تفاصيل أكثر نقرأها لكم من جريدة اليوم السابع المصرية. نشبت أزمة جديدة بين مجلس إدارة اتحاد الكرة من ناحية، خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة من ناحية أخرى، بسبب تحركات المجلس لإلغاء بند الثمان سنوات الذي يمنع أي عضو من الترشح لمجلس الاتحاد أكثر من دورتين على التوالي خلال الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية يومي الثاني والثالث من أبريل المقبل. في هذا الصدد كشف مصدر باتحاد الكرة لليوم السابع أنه في الوقت الذي اتفق فيه معظم أعضاء اتحاد الكرة والجمعية العمومية على إلغاء بند الثمان سنوات من اللائحة، إلا أن وزير الرياضة يمارس ضغوطا كبيرة على المجلس لاستمرار هذا البند في اللائحة وعدم المساس به باجتماع الجمعية العمومية الطارئة المقبل. تابع أن موقف وزير الرياضة وضع مجلس اتحاد الكرة في مأزق كبير، خاصة وأن اتحاد الكرة تلقى خطابات ومقترحات من بعض الأندية لمناقشة هذا البند وإلغائه في الجمعية العمومية الطارئة، وهو ما يهدد بثورة غضب من الوزير تجاه المجلس الحالي. وشهدت الفترة الماضية حالة من التوتر في العلاقة بين مجلس الاتحاد ووزير الرياضة بسبب عدد من المواقف، أبرزها استقالة عصام عبد الفتاح وشكوى أحمد مجاهد عضو المجلس زميله لوزير الرياضة والفيفا بجانب مزايدة كأس مصر.
تمكن أولمبيك خريبكا المغربي من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق النجم الساحلي التونسي حامل لقب كأس الاتحاد الإفريقي بعدما تعادل معه في مباراة ذهاب الدور الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. جريدة المنتخب المغربية واكبت المباراة فخرجت بعنوان قالت فيه: أولمبيك خريبكا يتعادل أمام نجم الساحل في انتظار الحسم بتونس، حيث كان الفريق التونسي سباقا للتسجيل بواسطة رامي البدوي في الدقيقة 34، بينما بحث الأولمبيك عن تحقيق التعادل إذ خلق مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل بواسطة المهاجمين لكن بدون جدوى. ومع مرور الدقائق خطف أولمبيك خريبكا هدف التعادل عبر المهاجم السنغالي سيديبي في الدقيقة 64 من المباراة. وكان الفريق المغربي قد لعب المباراة بدون مدرب بعد أن أقيل أحمد العجلاني من تدريب الفريق على خلفية النتائج السلبية في الدور المغربي. وفي غياب النجم الساحلي المنشغل بدور أبطال إفريقيا، ارتقى النادي الصفاقسي مؤقتا إلى صدارة ترتيب الدوري التونسي بفوزه على مستقبل المرسى بهدف نظيف. جريدة الشروق التونسية تابعت أحداث الجولة 20 من الدوري فعنونت تقول: الصفاقسي يواصل الانتصارات والبنزرتي يتجاوز الهزات، حيث سجل الظهير الأيسر علي معلول هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقود الصفاقسي للفوز والارتقاء لصدارة الدوري التونسي، وهذا هو الفوز 17 للصفاقسي في 20 مباراة ليرفع رصيده إلى 52 نقطة، متقدما بنقطتين على النجم الساحلي الذي تتبقى له مباراة، فيما وضع البنزرتي حدا لهزائمه في المباريات الثلاث الماضية بفوزه على شبيبة القيروان بفضل هدف مرتضى بن والناس ليعزز موقعه في المركز الخامس متفوقا بخمس نقاط على القيروان السابع. وإلى السعودية، فبعد أن كان مصدر أمان واطمئنان للفريق والمحبين، تحول قفاز الحارس الذي يقف بين الخشبات الثلاث لنادي النصر إلى كابوس إثر الأخطاء التي يقع فيها. جريدة الاقتصادية السعودية تابعت الموضوع فعنونت تقول: القفاز الأمين كابوس للنصر، حيث تناوب ثلاثة حراس على حماية العرين الأصفر في مهتزة الشباك 24 مرة خلال 20 جولة، حيث وقع الحارس الأساسي عبد الله العنزي في أخطاء عدة تصنف بأنها بدائية لا يقع فيها حارس مبتدئ، فاستعان مدرب النصر بالحارس حسين شيعان إلا أنه لم يكن أفضل حالا من سالفه، بحث عن الحارس الثالث متعب شراحيلي فوجد أنه ينقصه الكثير كي يقف بين الخشبات الثلاث لفريق كالنصر. أصدرت إدارة نادي الاتحاد بيانا صحفيا تحدثت فيه عن الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مباراة فريقها والوحدة لحساب الجولة 20 من الدور السعودي. نتابع بيان نادي الاتحاد عبر هذه القراءة في جريدة الرياض السعودية. تأسفت إدارة نادي الاتحاد على حال التحكيم السعودي عبر بيان رسمي وزعته أمس على خلفية نتيجة مباراة فريقها أمام الوحدة في الجولة 20 من دوري عبد اللطيف جميل، وقالت: الأخطاء التي ارتكبها طاقم التحكيم بقيادة سلطان الحربي لم تكن عادية وأثرت في نتيجة المباراة، فأربع ركلات جزاء من الأخطاء العشرة التي توجب احتسابها تجاهلها، إضافة إلى أن هدف الوحدة الأول لم يكن صحيحا، فضلا عن أخطاء للاتحاد أمام مرمى الفريق المقابل أصر على عدم احتسابها ورفض استخدام البطاقات مع الألعاب الخشنة التي تعرض لها لاعبونا. وتساءل البيان: كيف تسند مباراة مهمة للاتحاد وهو ينافس على صدارة الدوري، والوحدة الذي يسعى بكل قوة للابتعاد عن المنافسة على الهبوط إلى حكم درجة ثانية،
ونذكر بما يتعرض له نادي الاتحاد من قرارات متواصلة من بعض لجان اتحاد الكرة. فقضية احتجاج النادي على مباراته أمام القادسية يتم تناقلها بين لجنة إلى أخرى من دون أن يفصل فيها، بحادثة كشفت إلى مدى كبير أي ضعف يعانيه اتحاد الكرة. واستطردت إدارة الاتحاد في بيانها قائلة: المنافسات الكروية تدار بالاجتهاد والأهواء ولا تحكمها الأنظمة واللوائح، وأي مشكلة تحدث يتم تطبيق المواد القانونية من اجتهادات وأهواء شخصية. والأنظمة تنص على أن قرار مقيم المباراة هو الفاصل فيما حدث، ومقيم مباراة الاتحاد والقادسية إبراهيم النفيسة كتب تقريره وتحدث فضائيا وتمسك بموقفه أن الخطأ فني يستوجب إعادة المباراة. وما تحدث به فضائيا عن مطالبة رئيس لجنة الحكام عمر المهنة له بأن يغير تقريره، وما حدث بينهما من ملاسنة مرئية فإنها كافية بأن تضع اتحاد الكرة أمام مسؤولياته بفتح تحقيق في الاتهامات المتبادلة. فالمقيم ورئيس لجنة الحكام كلاهما تحت مظلة اتحاد الكرة، ولا يمكن لاتحاد الكرة أن يأخذ موقف المتفرج وكأن الأمر لا يعنيه في اتهامات في غاية الخطورة. فهناك صادق وآخر لم يكن صادقا، ويتم إثبات ذلك من خلال التحقيقات، ويعاقب الشخص المخطئ أيا كان. ينهي فريق الجزيرة مساء اليوم برنامج تحضيراته لمواجهة الهلال السعودي غدا في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا. جريدة الاتحاد الإماراتية غطت ميران العنكبوت فكتبت تقول: الجزيرة ينهي تحضيرات الهلال بدوافع الفوز الأول، حيث يضع الهولندي تين كات المدير الفني للفريق آخر اللمسات على طريقة اللعب والتشكيلة التي يخوض بها المباراة، وهناك دوافع كبيرة داخل الفريق من أجل تحقيق الفوز بالمباراة التي تعني الكثير في مسيرة الجزيرة بالبطولة القارية، وذلك بعد خسارة المباراتين السابقتين أمام تراكتور الإيراني في تبريز وأبوظبي، وذلك بحثا عن تحقيق أول فوز والحصول على 3 نقاط. تغادر الدوحة عصر اليوم بعثة فريق الكرة بنادي الخوية متوجهة إلى العاصمة السعودية الرياض لمواجهة النصر بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا ضمن المجموعة الثانية. جريدة الراية القطرية تابعت فكتبت تقول: الخوية يبحث عن النصر الأول في الرياض، حيث يعلق الخوية آمالا كبيرة على هذه المواجهة، حيث تمثل أهمية كبيرة بالنسبة له ويدخلها وفي رصيده نقطة واحدة من أول جولتين، حيث خسر في الجولة الأولى وتعادل في الثانية أمام ذوب آهان الإيراني ذهابا وإيابا، وبالتالي يرفع الفريق شعار الفوز في هذه المباراة خارج الديار، خاصة وأنه مطالب بذلك من أجل الدفاع عن حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من البطولة. الكاتب في جريدة الأيام البحرينية جمال القاسمي تطرق إلى عدم وجود اللجان الفنية التي تقيم عمل الأجهزة الفنية والمدربين في كثير من الاتحادات والأندية الخليجية. نتابع أبرز ما جاد به الكاتب من خلال هذه القراءة في الصحيفة. تحتاج الأندية والاتحادات وفي غالبية قراراتها التي تخص النتائج والإنجازات أن تلجأ إلى الاستفادة من الخيارات المتاحة، ليس التركيز على خيار أوحد بإقالة الأجهزة الفنية والمدربين، والتي يعتبرها البعض أقصر الخيارات وأسهلها لتعليق الشماعات على أسماء ربما لا يكون الواقع منصفا لها ولا تلك النتائج. وإذا ما أراد صاحب القرار العام أن يكون دقيقا منصفا متجنبا البقاء في دائرة ثابتة من التخبط والعشوائية، فمن الهام أن يحرص في الاستفادة مما هو متاح أمامه من فرص وخيارات، على أقل تقدير حتى يكون مقتنعا من الداخل أنه استنفذ كافة الحلول والخيارات، ولم يبقى أمامه سوى القرار الذي يتوجب أن يكون الأصعب بالإقالة للجهاز الفني أو حتى المدرب.
إن تجاهل الأندية والاتحادات لمتابعة كل التفاصيل والمؤشرات وعدم الاكتراث بتخصيص لجنة مكونة من الخبراء تكون معنية بتقييم عادل ودقيق للمؤشرات هو ما يجعل تلك الأندية والاتحادات تتخبط في قراراتها ولا تجد من المستقبل ما يمكن أن يعينها على تجاوز كل تلك التبعات. ومن الطبيعي جدا أن يكون للقرار السيء غير الدقيق مجموعة من التراكمات إن كان في الوقت القريب أو حتى في المستقبل البعيد، ذلك أن أي قرار تتأثر به المؤسسة عامة لا يمكن فصله عن تأثيرات سلبية أو إيجابية لكل من يتعاملون مع تلك المؤسسة، حتى من ضمنها التأثيرات التي تحدث مع أركان المؤسسة الإدارية دون اقتصار على جوانب فنية فقط. إنما تعاني منه أنديتنا عامة واتحاداتنا ليس أكثر من تجاهل لمفاتيح صناعة القرار، وكيف أن المعنيين بقراءة تفاصيل ومؤشرات القرار من المفترض أن يكونوا حاضرين في كل أرجاء المؤسسة وتصيلهم من التقارير ما يكفي من واقع معايشتهم الشخصية للحدث والمناسبات وحتى في أجزاء دقيقة ليست تلك التي لا يعرفون عنها سوى المؤشرات المكتوبة. ومن الواجب أن لا يتجاهل القارئ للمؤشرات والخبراء حتى الصغير من المناسبات، ذلك أن العديد منها وفي أبسطها من الصور من شأنه أن يحمل من المؤشرات الدقيقة والعميقة ما يكفي لإيصال المؤسسة والرئيس إلى القرار الدقيق والسليم. وإلى الأردن، حيث يواصل ناديا الوحدات والفيصلي تحضيراتهم لمواجهة كل من التين أسير التركماني وطرابلس اللبناني في الجولة الثالثة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. جريدة الرأي الأردنية غطت ميران الفريقين فعنونت تقول: الوحدات والفيصلي يظهران في ثالث جولات المحطة الآسيوية غدا، حيث أوضح مدرب الوحدات هشام عبد المنعم للرأي بأن الظهور المناسب وتحقيق الفوز والبقاء على مشارف قمة المجموعة الأولى هو هدف الفريق بعد الخسارة الماضية أمام العهد اللبناني وقبلها الفوز على الحد البحريني، فيما باشر الفيصلي تدريباته لخوض مباراته أمام طرابلس اللبناني وسط طموحات بالوصول للنقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثانية. وإلى آخر أخبارنا في الصحافة العربية والتي نختتمها من الكويت، حيث باشر القادسية تدريباته بعد الفوز المريح الذي حققه على النصر برباعية نظيفة ليبتعد بصدارة الدوري الكويتي بفارق 7 نقاط. جريدة الرأي الكويتية تابعت فعنونت تقول: هدف بين المطوع ونادي المئة، حيث أعلن المنسق الإعلامي للفريق فاروق العوضي أن النجم الدولي بدر المطوع رفع عدد أهدافه في مسابقة الدوري إلى 99 هدفا، ليعادل بذلك رقم هداف النادي العربي الكبير عبد الرحمن الدولة، وليكون على بعد هدف واحد من دخول نادي 100 هدف في الدوري، وخمسة أهداف عن اللحاق بمهاجم السالمية والكويت السابق بشار عبد الله الذي يحتل المركز السادس ب 105 أهداف. ومباشرة مشاهدي الأحبة نستهل جولتنا في الصحافة العالمية من فرنسا، حيث احتفظ باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم للموسم الرابع على التوالي والسادس في تاريخه، وذلك بعد أن أمطر شباك مضيفه تروى بتسعة أهداف دون رد. صحيفة ليكيب الفرنسية غطت مهرجان الأهداف الباريسي فعنونت تقول: تتويج الوحوش، حيث سجل أهداف الباريسيين زلاتان إبراهيموفيتش سوبر هاتريك وثنائية لكافاني وخافيير باستوري وأدريان رابيو وهدف بالخطأ للاعب تروى،
ليرفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 77 نقطة مبتعدا بالصدارة بفارق 25 نقطة عن أقرب ملاحقي موناكو الوصيف، ليحسم بذلك لقب الدوري الفرنسي مبكرا قبل 8 جولات على نهايته، وهو رقم قياسي جديد حطم خلاله رقم فريق ليون الذي حقق لقب الدوري في موسم 2006-2007 في الجولة 33 من البطولة. وفي إيطاليا أبقى نابولي صراع المنافسة على لقب الدوري الإيطالي مشتعلا بعدما عاد بفوز صعب من عقر دار مضيفي باليرمو بهدف نظيف في ختام مباريات الجولة 29. صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية واكبت المباراة فعنونت تقول: نابولي هيغواين فقط وروما كالقطار، حيث اكتفى الأتزوري بالهدف الذي أحرزه في شوط المباراة الأول عبر مهاجمه الأرجنتيني غونزالو إيغواين في الدقيقة 23 من ركلة جزاء، ورفع الدولي الأرجنتيني بذلك رصيده من الأهداف ل 27 هذا الموسم، ليواصل الانفراد بصدارة هدافي المسابقة. وواصل فريق الجنوب الإيطالي بهذا الانتصار تضييق الخناق على متصدر الترتيب يوفنتوس صاحب 67 نقطة بعدما أبقى الفارق معه عند 3 نقاط قبل 9 جولات من النهاية. وفي بريطانيا تمكن الفرنسي أنتوني مارشيال من تسجيل هدف متأخر للشياطين الحمر مؤجلا بذلك حسم التأهل في موقعة ملعب أولد ترافورد بين مانشستر يونايتد وويست هام يونايتد إلى مباراة الإعادة في لندن بعد تعادل الفريقين بهدف لمثله ضمن منافسات الدور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي. صحيفة الاندبندنت تابعت فكتبت في عنوانها تقول: مارشيال يبطل الركلة الحرة المذهلة لبايت ليسرق الإعادة، حيث استضاف مانشستر يونايتد فريق ويست هام في آخر مباريات دور الثمانية وتقدم الضيوف بهدف من ركلة حرة رائعة عن طريق بايت في الدقيقة 68، واستمر عجز أصحاب الأرض عن التعادل حتى تمكن البديل مارشيال من إدراك التعادل في الدقيقة 83، ليحتكم الفريقان إلى مباراة إعادة بينهما على ملعب الأبتون بارك على ملعب ويست هام. ونبقى في بريطانيا، فقد ودع فريق أرسنال كأس الاتحاد الإنجليزي من ربع النهائي بعد الخسارة أمام ضيفه واتفورد بنتيجة هدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما بالأمس بملعب الإمارات، ليفشل المدفعجية في الحفاظ على اللقب الذي توجوا به في الموسمين الماضيين. صحيفة الصن أبرزت سقوط الفرنسي أرسن فينجر لتخرج بعنوان قالت فيه: مدرب أرسنال أرسن فينجر تحت النار بعد أن سقط مرة أخرى في مهزلة، حيث أعربت جماهير نادي أرسنال عن سخطها على مدرب الفريق الفرنسي أرسن فينجر بعد خسارة الفريق للقب جديد في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد في الدور ربع النهائي. وقالت الصحيفة أن جماهير الجانرز أطلقت الكثير من صيحات الاستهجان منددة برحيل فينجر من قيادة الفريق، وكان نادي واتفورد قد حطم أحلام أرسنال في ملعبه وتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وذكرت الصن أن كأس الاتحاد هي الفرصة الأخيرة لأرسنال للفوز بلقب هذا الموسم، ولكن سقط لتتواصل مهازل فينجر مع الجانرز. نجا نادي ريال مدريد بأعجوبة من كمين مضيفه لاس بالماس العنيد بانتزاعه الفوز منه في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن المرحلة 29 من الدور الإسباني لكرة القدم. صحيفة ماركا تناولت الأداء السيء للمرينجي في المواجهة فعنونت تقول: الضرب بالرأس، حيث حقق ملوك مدريد فوزا بشق الأنفس على مضيفهم المتواضع لاس بالماس بهدفين لهدف وحيد عن طريق رأسيات راموس وكاسميرو في الوقت القاتل من المباراة
التي جمعتهما على ملعب دي جران كاناريا في مدينة لاس بالماس الإسبانية. وقالت الماركا نسخة مملة من ريال مدريد تحسم اللقاء بهدفين من رأسية وسط تألق الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس الذي نجح في الذود عن مرمى فريقه الملكي. وعبر مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان عن حزنه وغضبه من الأداء الذي ظهر به فريقه قائلا: إذا أردنا تحقيق شيء هذا الموسم علينا اللعب بشكل أفضل، بهذه الطريقة نحن لا نتجه لأي مكان. وصلنا مشاهدي الأحبة لفقرة الكاريكاتير والتي اخترناها لكم من صحيفة الأيام البحرينية. ونختم المشوار بجولة في عدسة الصحافة. ختام المشوار، شكرا لكم مشاهدي الأحبة على حسن وطيب المتابعة. غدا بمشيئة الله وفي التوقيت ذاته يتجدد اللقاء ومع جديد العناوين في الصحافة المحلية والعربية والعالمية. كونوا في الموعد، في أمان الله.